السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حد من اخواته حبايبي طلب منه فيديو قبل كده، انا بعتذر لك، ولكن ان شاء الله نعملك الفيديوهات اللي بتحبها كلها بإذن الله. ازاي نقدر نشغل الخلاط بدون كهرباء 220؟ يعني لو في جبل، لو في صحراء، لو في اي مكان مفيش كهرباء، النور مقطوع، هتقدر تشغل وتعمل الاغراض بتاعتك بالوسيلة اللي هنعملها، وفي الفيديو القادم هنطورها بإذن الله. سريعا علشان ما نطولش على اخواتنا وحبايبنا، انا عندي جلدة خلاط زي كده، وعندي الدرة ده اللي هشتغل عليه وهشتغل من خلاله. هنقدر نعمل ايه بقى كمان؟ هنيجي نجيب سلاح زي ده كده بالظبط، هنجيب اللي زي ده كده بالظبط، نفس اللي موجود جوه، ولكن فكناها من واحدة تانية زي دي، دورة زي ده. هنقدر نجيب بقى جلدة الخلاط ونربطها كده بسرعة. فكرة سهلة واي حد يقدر يعملها ويقدر يستفاد منها. لازم تخلي بالك من الرباط ده بيكون عكسي، تبقى عارف ان هي بتربط عكسي، وعلشان يبقى الدوران بتاع الماتور اللي هيلف. هنعمل كده، نقول بسم الله كده زي الفل. هنقطع بقى دي كده بسرعة بالمنشار، هنقطع دي كده من هنا بسرعة ونرجع لحبايبنا. كده زي ما انتوا شايفين هنبدأ نقول بسم الله ونربط بقى دي على الدرين، تمام. ولكن انا عايز الف كده عكس اتجاه الايه الرباط عشان دي ما تفكش معايا. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، نجرب اهو، نعلي بس كده الكاميرا شوية. كده زي الفل. نجرب بسم الله. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. فكرة ممتازة وجميلة جدا. بسم الله ما شاء الله، مشروع ناجح وفكرة ناجحة بنسبة 100%. أخويا وحبيبي اللي بيشاهدني، ما تنساش تعمل لايك وتنتظر الفيديو القادم، هشغله لك على بطارية السيارة أو بطارية الموتوسيكل 12 فولت، ويكون بنفس الكفاءة أو بنفس الجودة بإذن الله، بل أفضل منه. يا ريت تنتظرونا في فيديو جديد ومعلومة جديدة في قناة أخيكم محمد الصفطاوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.